اخي حبيب قلبي شو عم يفكر؟ افكر بهالدنيا. شو طلع معك بعدين؟ شو لقيت؟ لقيت الدنيا هي دنيا، هي الوحيده اللي بتضل واقفه على رجليها، هي الوحيده اللي ما بتوقف على الحركه. طلعي على الناس بالطريق كلياتهم ماشيين على رجليهم، ما في واحد على كرسي. انا مالي مكان بهالدنيا، والدنيا عم تتجاوزني وتنساني. بتعرف رامي، اليوم صحيت كتير بكير لحتى خلص شغل هون وهون وهون، وكنت كتير تعبان. منشان هيك بصراحة وبدون لف ودوران بتعمل حسابات من بكرة تكون معي، تفيق بكير وعلى الشركة مع بعض حتى نتساعد. رامي أنا كنت ناطرة ترجع لنا بالسلامة حتى تستلم عني كل شيء، منشان هيك بتعمل حسابك من بكرة تكون معي. صدقيني رنيم، رح كون هم جديد ينضاف لمشاكلك بالشركة. أنت هيك مفكر، بس بكرة لما بتباشر بالشغل فكرتك كلها هي رح تتغير.